عارف ايه جاتو نيلة؟ عايزين نلحنها لهم دي ان شاء الله. بديع خيري بيكمل بقى يقول ايه، والبت القبيحة جلبت الفضيحة تقتل عيني عينك وتقول لك قتيلة. بديع كان بيقول ايه في الاربعينات؟ ولا في الكذب فايدة ولا في الصدق حيلة، يعمل ايه جنابه ملقاش في جرابه غير انه يشلق والمقصود وسيلة. هو كان عندهم اعلاميين ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اصلهم بيقولوا علينا بتاع فبيطلعوا يشلقوا لنا، فبقول لك ايه في البستان يشلق ما ترجع لي. قالوا اطلع من البلد وهو اللي كان مخفي بان، والنحس يومه اتولد. والنبي ده بديع خير اللي بيقول كده، هو كان والنحس يومه اتولد، بكره نقف على البيبان ونشوف غريمنا انطرد. سلام يا استاذ بديع خيري. ده شوف كل ده بيتكلم على الانجليزي يا جماعه، احنا ما نجيبش سيره حد. وبديع خيري بيقول لمن يسمع نصيحه لوجه الله، دي نصيحه مني لوجه الله تقبلها ولا تهملها، العنف ده واللي عندي اياه لا يسوس امور ولا يعدلها، والمصري ياما غلبت وياه قبلك دواهي وكعبلها، والغلب مش ممكن يرضاه والخيبة لم يستحملها. مدام الأمير ذمته أنتيكة لازم الرعية تكون وحلانة، حذر فذر يا واد انت بعقلك بعد الحنصصة دي اللي انت عليها، يا هل ترى الدنيا دي هتروقك وتشوف ما شاف أرقوش فيها. وبدون تعليق نخش بقى في ايه في ضيوفنا النهارده. ولاحظوا انه الجمهور اتلهى، حصل له عمليه لهو خفي، اتكتموا. انتوا لابسين اسود ليه يا جماعه؟ ايه 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 والنبي لابسين اسود على مين؟ طيب خلينا اقول لكم بقى النهارده، الذات الاولى مصريه ذات جمال رائع، وهي ذات تتحدى القبح وتصمد في وجه الفساد. الذات الثانيه هو وجه بلون مصر الحقيقيه، هو عبد المجيد في الذات الشاهد الثاني على تحولات المحروسه. واخيرا ذات اخر عناقيد الموهبه، رحبوا معايا بنجوبنا في طيبستان نيلي كريم، باسم السمرة، وعمر السعيد. We'll be right back.
هالة شو مع هالة سرحان رجعت لزمان. الشعب العربي شعب واحد، الجيش العربي جيش واحد، لا سبيل لنا إلا المعركة. توازنه في 6 ساعات. اسمي مين؟ أخويا حسين. شعب واحد مش شعبين. انت ازاي تستخدمني علشان توصل لصاحبتي؟ بابا بسببك ضربني علقة معتبرة. احبسها في البيت، هي ملهاش في التعليم، دي تتعلم. البنت في الاخر ملهاش غير بيتها وجوزها. حاسه ان اول مره ممكن يكون معانا فلوس. دعاء هلاقي لها مدرسه خاصه، وبتها هوديها حضانه، وهصلح سباكه الحمام والمطبخ، ولو اتكينا على نفسنا شويه نجيب عربيه. يا زاد مش معقول تسيب الكليه عشان خاطر الاسم عبد المجيد ده؟ انا كان نفسي انك تكملي تعليمك عشان تبقي ست بجد. راجل التيل بتفزعيني؟ انت بتفرعي صوتك عليا، انا راجل بيت ولورو ايه؟ انا بقول لك عايز يا بطه تقول لي الكباريه بيلمع قوي. اوف كورس الناس اتجننت اكيد، يعني مش هيشارك في المظاهرات تلاقيه اوف كورس ماشي جنب الحيطه. اوف كورس كله هيتبسط. اسيب الشغل يا عبدو. وات؟ طبعا اوف كورس. نوت الفراخ البيضه مربربه ومكلبزه كده علشان بيدوها هرمونات. اوف كورس. انت بقى لو نصحى استهاني تستني الجيران اللي فوق لما يعملوا اشتراك في الاسانسير ساعتها ونزل على حسابنا. هو ده الفكر، هو ده الاقتصاد يا زاد. نهون عليك تسيبنا وتسافر يا حسن. حد يجي له فرصه يهاجر وما يهاجرش. ايه الجيل ده اللي ما عندوش اي انتباه؟ وبعدين انت هتربي بلدك على ايه؟ على ان اي جنسيه احسن من جنسيه بلدك؟ اهو منصور اتطوع في الجيش الامريكاني. يا تيتا للاسف. عايزين نبقى رجاله ونروح لحالنا. نجحت قواتنا المسلحه في عبور قناه السويس. الله اكبر. الحرب قامت يا فوزيه، الحرب قامت. يا مصر يا مصر يا مصر. ما يجيبها الا رجاله، وهو السلام ده ما ينفعش الا في اسرائيل. انت اناني قوي يا حسن. يا عايزه سامحك، مش عارفه قلبي غضبان عليك. وإذ فجأة ألاقي لك سميحة دي فوق دماغي في البيت يا سبع البرومبا. بقول لك يا زاد، هو ده وضعي، هو ده نظام البحر. ما بقاش البحر بتاع زمان اللي انت تعرفه، بقى كله مجاني. العمل ده اللي بنستمتع بيه في رمضان هيبقى يعني من اجمل الاعمال الفنيه. واضح ان انا قاعد اتفرج عشان اتفرج على سوالف الاستاذ باسم السمر. شفتوا شعره عامل ازاي في البتاع ده؟ كان دي موضه طبعا، انتوا كنتوش اتولدتوا، احنا ده يعني جدهم بقى اللي اتولد. مش كده، انت اتولدتي سنه كام؟ 52 مش كده؟ انا اتولدت سنه 52. 52 يوم 23 يونيو. يوم 23 يونيو. يا ده انت كبيره قوي قوي. وبس متولد قبليه بقى. انت باربع سنين. ايوه سنه 48 سنه الحرب. و 50. وانت اتولدت سنه 50. انت 50 صح؟ طبعا طبعا. الجمهور احنا بنتكلم على الذوات اللي في ذات. مين هي الذات الرئيسية في العمل؟ بص، هي يعني أنا وجهة نظري الذات الرئيسية في العمل هي مصر. أيوة. يعني هو رمز. ومن خلال عيلة ذات احنا بنتعرف على مصر. يعني هو ده الملخص اللي هقول في كلمتين. انت كنت بتقولي أنا مش بتكلم في السياسة وما بتفرجش على برامج توك شو. شكرا. عمرك ما اتفرجتش عليا؟ لا لا طبعا لا، انا ما عمري ما قلت كده على فكره. ما قلتيش كده، ما قايلني ان انت قلتي ما بتفرجش على برامج توش وزهقت من السياسه. لا انا زهقت من السياسه. السياسيه او بتروحي تعملي اعتصامات وحاجات؟ لا لا انا بتفرج على لا بتفرج على التوك شو بس ما بحبش السياسه. وبعدين ما قالوا ان السياسه نجاسه، يعني في واحد صاحبنا قال كده. في
واحد صاحبنا قال السياسة ناجح عنده هو عنده عند الأهل هناك يعني. قولي احنا في تيبستان احنا في تيبستان وانا برحب بيكم في تيبستان باسم وبقول لكم يعني اي لجوء سياسي احنا جاهزين ما احنا هندور على حته عشان في تهديدات لا لا انا مش هنمشي ما احنا هنروح كلنا في حته واحده هنفضل في مصر هم اللي يمشوا ما هنزقها هم كانوا بيقولوا لمبارك في المظاهرات هو يمشي مش هنمشي هو يمشي مش هنمشي مبارك لما نقول دلوقتي الشعب المصري يقولها في اي وقت دي طبعا. عنده القدره انه يقولها ويقرر شعب حر وطيب وجدع وكل البلاد العربيه اتعلمت مننا كل حاجه حلوه يعني احنا عندنا كبير البصاصين اسمح لي يا عمر اننا يجي عشان احنا لما بيخش عندنا ضيوف لازم نطمن ان صحيفتكم الجنائيه سليمه انا صحيفتي الجنائيه اعلاميه انتوا عارفين دلوقتي صحيفتنا جنائيه مش نظيفه قوي انت عارفه انه انا صحيفتي الجنائيه التهمه اللي لبسوها لي قبل كده دي كانت ايه تخمر كان تخمر في عينك ما كلهم بيتقضى عليهم تخمر وبيهربوا دلوقتي يعني ايه تخمر يعني تخمر تخمر يعني جواسيس اوكي التخمر اصل انا اعرف واحد عليه قضيه تخمر مين اللي عليه ده؟ واحد عرفه مين يعني واحد عرفه؟ واحد من الأهل والعشيرة تعرف جواسيس؟ واحد وكلنا عارفينه وبلاش نجيب سيرته بتعرف جواسيس انت يعني؟ أنا عارفه هعمل إيه؟ وراح فين ده؟ كان بيزعق للناس أول امبارح بصباعه برضه ف على كبير بصاصين عشان نقول لنا كبير البصاصين وكنت بقول لك بقى على ما يجي كبير البصاصين كانت تهمتي بقى قبل ما اجي تيبستان ونستقر هنا كانت تهمتي تجدير الامن العام والاساءه الى سمعه البلاد ونشر مش عارف ايه الحاجات اللي مجنون ايه اللي جايبه في ايدك ده معلش انا اسف يا مولاتي لان ضيوف حضرتك ما طلعوش عاديين بيهربوا حاجه مهربين الاساتذه داخلين بحاجات ممنوعه تخش تيبستان ايه يا سيدي الاساتذه دخلوا على الحدود الرجاله بتوعي ظبطوا معاهم الاتي ها الاستاذه نيلي كريم ايوه صباع روج واحنا ممنوع عندنا الصوابع في المملكه صباع روج يا نيلي صباع مش معقول كده يا نيلي الأستاذة كله سوا هتعترف وهتعترف يلا 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 قطرة بذمتك في قطرة من كده يلا الأستاذة الأستاذة عندنا هنا كانت بدأت تمارس عليها مجموعة من الضغوط الأستاذ باسم السمرة أيوة الاسم الحركي بتاعه أيوة طبعا زوج الأستاذة الأستاذ عبد نجيل أيوة جايب جركن بنزين 80 ما لقيتش 90 المضبوطات ايوه بنزين ده ينفع بص أيوه. شفت الجركن كبير هينفعنا في انا خايف ان مصر تبقى كده يا فندم لا لا ما تخافش تبقى جركن ولما انت قاعد في تيبستان انت مالك ومال مورستان في الجاكوزي يا فندم عند مورستان انا عايزه بس اقول لكم حد سال نفسه البنزين راح فين ها لا اقول لكم فين ما حدش فكر في 700 اتوبيس بيجوا ما تفهميش كلهم يا اختي بيجوا من جداد شكلهم جديد يعني مش بس جديد حطوا بنزين في الاتوبيسات دي كلها منين هو البنزين بقى اللي احنا مش لاقيينه الشرقيه شفطوا من حتت لا والله جايين من كل المدن والبتاع الاتوبيسات دي لاقيين بنزين نقول بقى نرجع لذات يعني هي بترجعنا لزمن بنشوف فيه مصر بس انا النهارده وانا بقرا بديع خيري قبل الثورة وفي المسلسل عندكم والنهاردة هنلاقي فيه قواسم مصر لسه بتعاني من نفس الـ الأمراض إذا كان فساد ولا قهر ولا سلطة ما بتصدق اللي يقعد على الكرسي يلزق يعني نفس المرض انتوا حاسين الرسالة اللي في نهاية المسلسل الرسالة اللي بتقولوها للناس إيه؟ القصة يعني هي احنا بنتكلم بنستعرض مصر من أوائل الخمسينات لبداية الثورة 25 يناير من خلال ثلاث رؤساء جمهورية رئيس عبد الناصر رئيس السادات والرئيس محمد حسني مبارك ما لحقتوش انتوا بعد كده الحمد لله ده كويس عشان المسلسل ينجح عشان يفلح
قالت عايزه اقطع باسم بس اتفضل. هو الاهم رساله في المسلسل ان او في بيت ذات يعني اللي موجود في المسلسل في اختلاف وجهات نظر يعني في حد بيحب السادات وفي حد كان بيحب عبد الناصر وحد بيحب محمد حسني مبارك وحد مع الثوره الجديده بس في الاخر كلنا مع بعض والرساله اللي اهم ان احنا كلنا بنحب مصر ومهما كان الاختلاف لازم نكون مع بعض يعني ده اهم حاجه صح ومهما كان الاختلاف لازم نكون مع بعض انا عندي فكره ان انتوا كلكم اتضربتوا في يوم ما عشان كده انت موافق على الضبطيه القضائيه لكل من افسد الحياه السياسيه في مصر انت عايز ان تهمه يعني انا جايبين لي معلومات ان انت مثلا بتشوف ناس بتكتب على الانترنت كلام فارغ وقله ادب ومحدش بيعمل لهم حاجه في الوقت اللي احمد دوما يقول كلمه يقول لك اهانت ما اعرفش مين هو طبعا البلد من غير قانون هتنهار ما هي من غير قانون واحنا الوقت اصبحنا من غير قانون فالكتار هم اللي يكسبوا القليلين فشعب مصر طبعا مفيش اكتر منه ومفيش اجدع منه فانا صعبان على الناس دي احنا كتير احنا كتير قوي احنا صعبان على الناس دي والله وخايف عليهم لان فعلا في برضو صعبانين عليك وخايف عليهم هيتبهدلوا هيتهرسوا هيتبهدلوا وفي ناس منهم كويسه يعني مش كلهم وحشين في سيبك من اللي بيطلعوا يشتموا كده في ناس فعلا بتاعت ربنا طبعًا. يعني في الزحمه دي لا بتاع ربنا ده احنا معاه واحنا بتوع ربنا معاه يعني احنا زي بعض بتوع ربنا في الزحمه ما حدش ياخد باله لكن انا بقى احطم بالك ابو ده ده هيتبهدل هيتبهدل تقولها كده بثقه طبعا هيتنفذ عليه الضبطيه القضائيه هو اللي هيتنفذوا عليهم هم اللي جابوها لنفسهم يعني امسك اخواني امسك سلفي بقى امسك دقن بعد كده انت متخيل ان نوصل للي وصلنا له ده في يوم من الايام انا طبعا حزين ومش متخيل بس ده اللي هيحصل يعني استحاله مجموعه قليله بالناس اللي استقطبوهم اللي هم اول ناس هيهربوا منهم هم اللي هيتحكموا في مصر ويبداوا يشتموا في مصر وفي اثار مصر انا مش مصدق لغايه الوقت الراجل بتاع الاقصر ايوه ازاي واحد كان هو في المذبحه او واحد بيقول الاصنام دي لازم تتغير او ودافع لسه بيدافع عنه اصنام تتغير ده راجل بيقول الاصنام دي بس على الاقل طلع شيك يعني وطلع مهذب ان هو مشي يعني في حته دي برضو بحترمه فيها يعني لما لقى الدنيا هاجت كده عليه غير بتاع الثقافه ده اللي قاعد على قلبنا ده وقاعد زعق ده مين ده مين يا وعليه مين ده انا والله ما اعرفه سمعت عنه قبل كده لا والله سمعت عنه قبل كده مش حبه وما عندوش حضور وما عندوش وتعرفوه ما انت ما كنتش لا وبعدين الفكره ان كل الوسط الفني يعني اللي هم وزير ثقافتنا احنا رافضين رافضين جدا يعني الناس قاعده في المكتب عنده ما نمشي على كده بعد كده نروح لهناك هتروحوا على هناك عايز اقول لك انه لا هم سايبين له مكتبه انا معلش بقول هم سايبين له مكتبه عايز يروح وبعدين فعلا انا عايز اسال يعني ناس كارهينك المثقفين والفنانين واللي في الكار بتاعك مش عايزينك مش فاهمه الناس اللي جلدها تخين دي ربنا يستر كده ولا ايه ناس في جلدها تخين كتير والمصيبه ان هم بيقولوا ما هو انا جلدي تخين انت يا لا هو بيقول لا 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 هو فرحان قوي ان جلده تخين خلاص بقى نغير الموضوع ونتكلم في حاجه تانية يعني هل انتوا النهارده حسيتوا بقهر بعد ما فيش باليه ما فيش اوبرا ما فيش مزيكا ما فيش بعد كده ما فيش فن ما فيش تمثيل ما فيش سياحه ما فيش حتشبسوت ما فيش مش حتشبسوت اللي انت بتحبيها قوي دي بحب حتشبسوت وبحب كليوباترا وبحب الباليه كمان يا حرام كل حاجه بتحبيها يا حبيبتي ممنوعه دلوقتي كل حاجه حرام انا هلجا عندكم هتيجي انت بس لو سمحت محتاجه باسبور يلا عايزه اقول لك فعلا يعني كل حاجه اكل عيشنا كله بقى حرام حتى احنا هنا كده في الاعلام برضو قاعدين لنا على الوقت انا يعني من سكان الهرم وتحديدا ناس السمان والله العظيم نشوف بقى الناس هناك عامله ايه يعني عايز اقول لك طبعا المنطقه دي بيجي لها الناس من كل حته في العالم عشان يتفسحوا ويتفرجوا على الهرم ومبهورين وسعداء الناس طبعا بيتها اتخربت اللي هي في اللي هم بيقولوا بتاعه موقعه الجمل وبتاع ولا موقعه الجمل ولا حاجه يعني انا الاخوان هما اللي كانوا فوق الاسطح بالليل هما اللي كانوا بيضربوا في الشعب المصري عشان الدنيا تولع ايوه فاما واحد ابو جمل ده اللي دخل اللي جابوه من اول واحد انا عارفه ولا طبعا عارفه انا عملت فيلم اسمه بعد الموقعة بس كان داخل يضرب في الناس يا راجل اللي بيضرب دكتوره هاله بيبقى مثلا ماسك مسدس ماسك الي زي كانوا ماسك النهارده حاجات في ايديهم عصيان عشان ماشي بيها الجمل دي ما بتموتش عيني في عينك والله طيب لان يعني ما هو بالعقل يعني كده غالبيه يعني اهل نزله السمان بيشتغلوا بالسياحه واتدمروا بس ما انا يعني هل
كان صدفه ان هم كلهم جايين كده في وسط ال انا ما اعرفش مش ضروري كلهم شفته. كانوا كل اللقطه اللي يعني ممكن يكون كل اللقطه اللي مندسه كل الناس او اللقطات اللي اتعرضت في جمل وفي 3 4 خيل أي. السمان فيها ناس كتير اكتر من كده بكتير وفيها أي. عائلات وفيها يعني سلاح وفيها حاجات كده يعني لو عايزين نازلين يتخانقوا مش ينزلوا بعصيان او بينزلوا بجمل او كده يعني ما كانتش خناق. الجريمه اللي حصلت حصلت بالليل والناس اللي كانوا بيضربوا النار من فوق الاسطح دي هم دي الجريمه بتاعت الجمل فعلا. ما كانش مع على الجمال اي سلاح ما شفناش كانش فيه حاجه حي ولا كان فيه ولا ناس دخلت مسدس ولا حاجه بالعكس اتضربوا وماتوا يعني اصابات كتيره من كانوا الجمل ساعتها كمان اه والله كلوه قالوا الجمل كمان على باب المدينه برضو كانوا بياكلوا جمال وحمامات حمامات انا عايزه يا مايسترو احنا محضرين لهم شويه اختبارات كده اولا عشان نقدر اننا نديك الباسبور لازم نعمل لك اختبارات لغه فهتقروا شعر يعني هتقروا شعر عربي عشان اذا كنت تعرفوا تقروا شعر عربي كويس ولا لا اكيد لا نجهز بالله لسه يا مايسترو الشعر العربي اكيد يلا يا هيثم عندك ايه الشعر الابيات اللي هتنزل انما الحيزابون والدردبيس انا عارف الحيزابون لا ده كان في مالكم تكأكأتم فين هاتي عشان دي كنت عايزه اديها نيلي نيلي نعم يلا اقري يا نيلي انما الحيزابون والدردبيس والدردبيس ايوه والدردبيس والطخ والتفاح والطخ بتغشش والطخ والتفاح والعطلبيس 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 مين والسبنتي والهقس والهجرس والهجرس بشويش والترقصان والعستوس والعستوس عارفه دي بقى مين دول كلهم دول ناس في مجلس الشعب مجلس الامه المنحل اللي كان عندنا يعني كل دول مالهم دول ما دي اسامي طبقهم بقى ارجع لي بيهم بقى قول لي الاسم ده بيفكرك بمين الحيزابون انا عارفه دي سهله اول واحد خراب ده بقى الحيزابون عارفه ده سهل بس مين الحيزابون نفس الراجل اللي عليه قضيه التخابر طيب طب الدردبيس مين الدردبيس ده اللي ماشي الحيزابون خلاص هنغير لا خلينا في العطلبيس خلينا في العطلبيس التاجي ده رسمي شبه العطلبيس في شبه العطلبيس السبنسي ده بيبقى في السبنسه دي الهاني اللي معاهم دي على طول اسمها بكنام مين بكنام بكنام هي بكنام بكنام انجليزي ده يا مرسي هو كلام غريب والهجرس والهيق ده جامد جدا الهيق ده الهيق ده الراجل اللي هو بتاع هيق 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 الراجل ده الهيق ده اللي عمل جاب البتاع والحمامات بره ده بتاع الحمامات بتاع الحمامات بتاع الحمامات وصل ولا لسه الترقصان ما وصلش احنا عايزين برضو في برضو العريان الترقصان ده الترقصان يعني في شبه تحسي كده اي العستوس ده مين؟ هو دي اسامي حيوانات انا عارف لا والعستوس الشيخ صفوت حجاز يا تحس ما عندك مش عارف ده ايه اوعى تطلع شتايم دي لا تطلع شتايم اوعى يا اعداد تكونوا حاطين لنا شتايم فينك معنى الكلام ده اهو عايزين نعرف عايزين نعرف معنى الكلام بجد بقى ارجوك يا صفحه الشيخ صفوت الحيزابون والدبيس والطخه والنقاح والعطلبيس الله دي اكلات دي ايه دي بقى لغه تنفر المسامع منها حلو طب ما ده وبرده في اشكال تنفر العيون صح منها صح حتى تروى وتشمئز وقبيح ان يسلك النافر النفر اللي هو النافر الوحشي تحبيش حد خالص طب نفرانه حيزابون تنفر منه اللي هو زي ما بتاع كده يعمل ينفر الحيوان بايديه ياي ياي صرصار وقولي عقنقل مش عارف ايه يعني كئيب وقديم شفتي بلتجي خير وانا صفحك الشيخ صفوت انما هذه القلوب حديد ايوه ولذيذ الالفاظ مغناطيس ما قلناش ده بعيد عننا ده بعيد عننا طيب احنا عايزين الحيزابون يعني المرأة العجوز طلعت صح ما نعرفها دي شفت او خرابة يعني حاجة من الاثنين والطخاء اللي هو السحاب المرتفع والنقاح الماء البارد العذب
وكلها حاجات حلوه. الله، ده احنا خدنا مقلب برضو تاني. ما لازم نقرا سياسه ونقرا الدستوره. طلع كلها صفات جميله عشان ما حدش يزعل يعني. طلع ان احنا احنا كان قصدنا نقول صفاتكم جميله. يلا يا مايسترو. السبوره بتاعتنا الكترونيه. أيوة. شفت جميله ازاي؟ الاولانيه دي بتاعتي. الاولانيه دي عمر. لسه قول يا عمر احفظ. انت بتخليه هو انا بعديه. انا استني بقى. قول يا عمر. ألم بدائه. ألم بدائه. ألم ده كده. ألم اربع ايام يا ابني. ألم مش عارف. انا ألمون. ألمون. قول ورايا. ألمون. ألمون. ألم. ألم مين يا ابني؟ بتلم مين؟ هو كل شويه عايز يلم حد. عايز يلم الجلابيه. يلم حد. ألمون. ألمون. ألم يا عم. ايوه. ألم. بيعرف عربي كويس. باكي. ألمون. ألم. ألم. ألم بدائي. بدائه هي دي الوحيده. هو بدائي فعلا. بدائي. هو بدائي. الم 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 بدائه. بدائه. ايوه بدائه. ده زي الثانونه وبتاع عادل امام كده بالظبط. دي معناها ايه يا دكتور؟ غير كده. دي معناها الم يعني وجع. الم يعني احاط بي. الم حواليا. ايوه فهمت حاجه انت. ايوه انا بغش اهو. لم عرف نوع. ألم يعني مش عارف. لم أعلم بمرضه. عيان يعني مريض. منقول عيان. بس احنا جايبين عشان دي كلمة السر على الألم والوجع اللي ألم به بينا. بينا أبوستروف إس. طب بصي اللي بتفلسف ده. ايوه. إن أن آنو. آنون. 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 تنوين. أيوة. تنوين. يا سلام. أنا آنو. أنا آنو. قولها بقى كلها على بعضها. إن أنو آنو. أنا آنو. أنا آنو. أو آنو في الآخر. أنا آنو أو آنو. يبقى شوف يا أمام. حسستوني إن أنا آنو آنو على أصلكوا آنو. أيوة. لا قولها بقى تاني. إن آنو. آنو.
هي ان ان هي ان 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 اي واحده كده ان انا ان 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 انا ان ان انا ان ان برافو برافو ان انا اوانو اوانو في انا اوانو انو اوانو بسرعه كده اقول لكم قصدنا ايه بقى من غير ما نترجم الكلام ان ان اذا ان ان توجع انا اوانوه انا اوانوه جه وقت انا اوانوه انه ايه يمشي احنا كنا الاستاذ الحربسيس والعيتموس كنا بنجيب سيرته عايز البهيق بهيق. البهيق وصل هم جابوه من على باب مدينة الانتاج الاعلامي باب العجل ولا من غير العجل اتفضل يا فندم الاستاذ حازق ابو حازق شحن الموبايل ده شحن الموبايل ابو نديم مين وصل اهلا كل الخيام اتنصبت انت شحنت الموبايل كله تمام سلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا اهلا شيخ اهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا لا ما هو ما فيش لا انا برضو ما بسلمش ما فيش بقى ظروف حضرتك كله تمام 100 100 احشد الحشود وان شاء الله كل خير باذن الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضراتكم خير انا ان شاء الله انا سعيد اولا مبروك النيو لوك رائع جدا رائع جدا بيشع نور منك يعني ما شاء الله النيو لوك بيشع نور منك يعني ناس كتيره جدا بتفهم ان الاتجاه بتاعنا ضد الفن وبالعكس ده انا معجب جدا بادوارك انا شفت دورك في العماره يعقوبيان كان دور كان دور رائع رائع جدا بس انا يعني يعني لا حتى لا يتم تأويل الكلام خطأ احيانا بيتم تأويل الكلام بصورة خطأ الدور نفسه رائع يعني ده اللي عجبني في الدور الدور الثاني الدور الثاني طبعا بحترم حبك للفن وانا حاسس طبعا ان انت عندك لازم تحترم حبك طبعا تطلع واللي انت عايز تبقى نجم وبتاع لان دايما عايز تحاصر مدينه الانتاج وانا مش فاهم ما هو ده خطا رائع جدا انا اشكرك انك انت فتحت السيره دي انا هاخد من الكلام ده واجاوب بقى على حاجه الناس بتقول برضو ان انا بحاصر المدينه المدينه دي في احفاد ابليس بيخرجوا من المدينه يا عم انت قلت لنا الموضوع ده قبل كده لا. احفاد ابليس والتاني كان خنبز التاني كان خنبز خنبز ابن الشيطان يسكن في المدينه ايوه النهارده عايز تقول ايه بقى احفاد ابليس بتخرج بالليل والناس نيام تسكن ارواح النفوس الطيبه البريئه انا راجل عندي شفافيه انا خايف عليك انا خايف عليك والله العظيم من ايه حضرتك هتتبهدل ولا بيتبهدل ولا حاجه اول واحد بيفلس اصل انا لا يمكن لا يمكن انا اول واحد بتفلس انا هقول لحضرتك على حاجه فلس اولا افلس عادي مستحيل خالص انا قادر قادر بعون الله على حشد حشود شفت حضرتك فيلم تروي اللي هو بتاع براد بيت ده لما كانوا في الحصان استشهد حرام تتفرج على الحاجات دي احنا شفنا فيلم تتروي تروي اسمه تروي تروي ولا اسمه تروي تروي لا يمكن حاجه بتنطقيها غلط حاجه بتنطقيها كمان انت هتتفلسف في دي ما تشوف يا هو تروي اسمه تروي طبعا تروي ده فيلم انا شفته 10 مرات انت مش ماما امريكيه ده الفيلم نصه مشاهد اباحيه مين قال المشاهد اباحيه انا اتفرجت على الفيلم الفيلم نصه مشاهد اباحيه لا احنا انا بدي نصها عموره لو الفيلم نص مشاهد اباحيه يبقى انت اتفرجت على النص ده وشفت النص التاني انا هروح اكمل لان انا جالي نسخه خطا نسخه خطا انا جالي نسخه خطا احنا على فكره مش ضد الفن ولا ضد الفنانين خالص انت ولكن... مش ضد الفن قولي له بقى تشحن الموبايل انا مش عارفه اكلمه بصراحه ده خالص ليه مش عارفه انا انا مستعد لتوجيه اي سؤال حضرتك بس اساليني في حاجه وانا هجاوب على الموبايل لا انا يعني انا كلنا كلمني على الحمامات احنا يعني ناس جاية بتجاهد وجاية ان هي بتحاول ان هي تطبق العدل والحكمة والكلام ده كله ده عايزين يدخل الحمام عايزين يخشوا الحمام يعني هيخسروا في كرفان بيجي كرفان ليه يعني والله كرفان ده بقى حضرتك الناس اللي هي بقى بيأجروا ويعملوا السشوار والحاجة احنا ناس انت عايز ايه طب ما انت بتعمل سشوار ومسلح حدقلك وحالتك حالة لا انا حاطط بتعيب بتعيب عليا ان انا مهذب دقني ومش عايز وحضرتك عايز مثلا ما انت تهذب واحد زي الاخ كمان واحد زي ايه بتقول له ايه خلاص يا عمر خلاص يا عمر بقول له هذب اخلاقك قبل ده سامح كريم برده بس سارقين عجل من هنا من المدينه وخلوه بره ما البلد كلها عارفه لا 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 والله
لا احنا كل يوم بنتبع القريه هنا اللي هم بيصوروا يا جمال نلد احتفال احنا في احتفال في خدوم الزوجه الثانيه الغلابه خدوم ان احتفال بتجمع انت عايز تحاصر ايه بالظبط حاصر ابليس لا احنا بقى انت بقى في البيت لوحدك في اوضه هتحاصر ابليس ازاي اقفل على نفسك الباب كده لوحدك في اوضه هتحاصر رائع جدا انا اشكرك جدا انك انت دايما انت دايما بتحاول صباغ بالافكار لا لا وبتحاول انك انت دايما روح الدعابه الجميله دي لا والله بس انا بس بس في اوضه لوحدك اوضه اللي حضرتك اللي حضرتك ما تعرفوش اللي حضرتك ما تعرفوش ان احنا ناس عندنا مشروع قوي جدا مسرور احنا تعالى مسرور اسامه عارف حضرتك حلمي كان ايه بعد كده يعني. الحلم الجاي ان شاء الله احمد بدل يعني. خمس سنين تبقى 10 لا احنا احنا كنا هنخلي الناس حلم النقطه الطيارات تعدي فوق تحدف فلوس النقطه جبت لنا النقطه كنا هنوصل للمرحله دي انا مش عارف هو في اشكال طبعا غريبه هتبقى ايه تكوينات طيارات تبعت فلوس هتحدف فلوس من فوق بعد كده انت هتجيب لنا طيارات تحدف فلوس امال حضرتك منين بقى ان شاء الله انهي مشروع ده من المشروع بتاعنا مشروع امريكي لا مش مشروع ما هو انت على طول بتهاجم الامريكي الاسلامي المتطرف هي دي هي دي هي دي هي دي محضر مشروع الامريكي الاسلامي المتطرف قال ايه يا لا مسرور لا يعني انا برضو عايز الاخ مسرور لان واضح ان هو مش مسرور خالص شكلا ولا اداء يعني ايه ده ايه ده جميل طب انا عايز بقى حازم هلا شو مع هلا سرحان رجعت ليالي زمان مزاج الخير قال من الحق ابو جمعه لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي طبعا الحكايه اصلها دم ربنا بيحب الخطائين والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح توابين طب في مهنتنا دي لازم الواحد يبقى امين انا فاضل لي تكه واملك السوق كله في ايدي اللي زي دول ما بيهزروش أفندينا خلاص راح اللي جاي ده براء براء ده عيل طايش الأحمر المستورد ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه أنا تعبانة سيبوني بقى في اللي أنا فيه عشان تعرفوا آخرة اللي انتوا بتضربوه ده إيه احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة ابني أنا ممكن أخده الليلة على السكة اللي أوصل بيها المصارين النوح وعرفت إزاي بقى أنا عايز أعرفك على حياتي في بيني وبينها طار وعايزك تجيبهولي منين عينا ماشي يا شو وحياه امهم لا جايبهم ولو في سبع ارض انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول بتعملي معايا انا كده بس انا مش ناوي بيع خميس خميس ادوها برشام تديكوا احلام انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحال اثبت لو قربت مني هوز نفسي انا هقتلك المد عنده مزاج شيل الزبالة دي من هنا في شارع على اخر السام الحريمي يطلطوا اللقطه دي اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله القهوه يا كبير ده انا هطلع العفاريت على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده خميس خلاص ما بقالوش كبير كل حلفاؤك خانوك يا افندينا انا خميس افندينا رمضان كريم السنه دي رمضان كريم السنة دي رمضان كريم هلا شو مع هلا سرحان رجعت ليالي زمان اصبر على جنب لا انا معجب بالبرطمانات قوي قوي اخلاق للبيع لان احنا في بلدنا هنا طبعا بنسمح للانسان بكل حريه التعبير اللي يختارها فاحنا يعني الحبايه من دول تاخدها من هنا تديك نفس التاثيرات فانا هسالكم اسئله كل واحد فيكم يختار شايفين والنبي تجيب لي اخر واحد ده انتوا لسه فين انتوا عند المفاجاه انتوا سبتوا الفتي
طيب النفاق النفاق وقفت عندك يا ما النفاق عندي والفتي هناك والفتي عندي انا طيب كل واحد هيختار ان اللي هسالك السؤال وبناء على السؤال تقولي لي هاخد ايه يعني لو عشان اعرف عشان ترد يعني عايزه ما ترديش هتقولي نفاق عايزه تردي او تقولي رايك توجع حد تاخد شويه قله ادب يعني كده حلوه قله الادب فين برضه من قله الادب اهو جنبك الاصفر ده لا يبقى انا هجيب ما تخلصيش ما تخلصيش معلش انا هجيب قله الادب جنبي وخلي هياخد قله انا بحب قله الادب في الادب وقلته ما انا جبته جنبي كل يعني لكل مقام الخطاب السياسي لازم يكون كل ما تيجي كلمه سياسي تم ترارارم تم تم الخطاب السياسي لازم يكون قوي معبر ومفهوم لما اقول لك خلي بالك من خصمك اللي ممكن يجي لك تعملي ايه الشجاعة اللي هي أيوة حمرة حمرة اخد الحباية أيوة دي واحدة تانية واحدة تانية عينك فيها لا أنا مع قلة الأدب ماليش دعوة شجعتي جامد يلا يلا لا ما عشان خدي منها قطمة كده لا ده أنت تزوري أيوة كده كده باسم الشجاعة تقيلة قوي شفتي صعبة شجاعة صعبة وطعمها إيه يا نيل حتة صغيرة خلاص طعمها حلو طعمها حلو الشجاعة طعمها حلو 100 انا هاخد الشجاعة مع قلة الادب اعمل لهم ميكس ميكس دونت ميكس نيلي كريم برافو قال لك دونت ميكس ما احنا بنميكس احنا هنميكس لازم نعمل ميكس الشجاعة طيب. هي عايزة تعمل ميكس شجاعة مع قلة ادب دي حتة قلة ادب خدي النصر قلة ادب ملاء البرطمان انا كله مروح بيه خدي انت انت هتاخد خد انت مثال هتبصي تحسي هتجرى لك حاجات تأثر فيكي الكلمة بس هو تقلي أدبك علينا احنا احنا صحابك وكده عايز اكذب تكذب عايز تكذب بس ما عندناش هنا واحدة من بني افتحي وديله واحدة كذب الكذب فيه موجود استنى بقى ده كمان وبني خد اتنين تلاتة شكله بقى كفاية واحدة اكذب يا حبيبي يعني عايز اقول ان احنا في مرحله انتقاليه جميله وكله هيبقى كويس كله هينبسط والكل هينبسط وهنمول العربيه وانا مروح ومفيش يعني اخوان المسلمين ما عندهمش اي تاريخ عنف وما قتلوش الناس في الاقصر وما قتلوش الضباط الاستاذ عصام عبد المجيد عصام عصام عبد المجيد دوت اللي قتل الضباط وحاجه و70 ضابط برضو ده مش هو اللي عمل يعني يعني فالناس دي مريحه وطمنوا ما تخافوش طمنوا حلو الكذب حلوه لا ده الكذب ده جامد قوي بيعمل حاجات اكلته حلو بيعمل حاجات طب يعني ما انت واخد دلوقتي انت كده خدت خلطه كذب على قله ادب انا شايف ان كل واحد ياخد حبايه اللي عجباه معاها قله ادب ما هي مش قله ادب يخلطها عجبتك الخلطه اتفضل انا مش هسالكوا واضح ان الحاجات جابت نتيجه لا خلاص عايز تقول ايه في الزمان ده في اللحظه دي نشكر السيد الرئيس المحترم محمد مرسي راجل الطيب طيب وهو قال كده في الخطاب قال عشان انا راجل طيب ومش عارف ايه ايوه بنشكره على كل حاجه طب كويس انت قلبت لي الحلقه كده لا لا ده راجل محترم طبعا ولا حد ممشيه ولا حد جايبه يمين ولا ده كل ده كذب طيب نيلي انت عارفه انا حسيت ان الشجاعه مع قله الادب عملت مفعول قله ثقافه عايزة تقولي ايه بقى الوزير الثقافة بصراحة يعني بصراحة يعني انا مش عايزة اكلمه خالص مش عايزة تشوف وشه لان هو ما يخصنيش انا شخصيا يعني لان محدش عايزه فاكلم ليه حد محدش عايزه باسم انا عايز الزرقة دي مفاجأة الزرقة ما بلاش الزرقة دي بيعلنوا عنها بتاعت لا 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 حبيت الزرقة دي بلاش الحبايه الزرقاء دي كبيره قوي يا دي النيله بلاش يا بس ليه بس ده والله لا مفاجاه ان احنا ان شاء الله مصر هتنتصر ايوه وان شاء الله هننجح في اللي احنا بنعمله وهيبقى عندنا رئيس بيخاف على الناس كلها المصريين مش مقسم الشعب وهيبقى عندنا جيش قوي واكيد ما حدش هيقهرنا بالسهوله دي وناس قليله هم قوي دي المفاجاه الكبيره يعني ان شاء الله باذن الله وعشان كده بقى هنكمل انتوا خدتوا 50% غنى عايزين ناخد 50% رقص طبعا
رأس. أبو شنب بالريمة أنا شجيع السيمة أبو شنب بالريمة أول ما أقول علي هب واصرخ لي صرخة السبع يبقى هرب ويبقى فرخة حالا بالا سأصارع أسد من مائي مدعش وأخلي وجهه شوارع تسقيف ناس ما يصحش حالا بالا سأصارع أسد إنما إيه متوحش وأخلي وجهه شوارع تسقيف ناس ما يصحش تسقيف ناس ما يصحش أهو جه أهو جه تسقيف بقى أهو جه أهو جه تسقيف بقى تسقيف أمار تشجيع أمار تسقيف أمار تشجيع أمار تعالى لله لله يا حبيبي تعالى تشجيع أمار تسقيف أمار تشجيع أمار We'll be right back.
سوى ألف راس ما تلاقيش مثالها ست كل عصر الله كبر لها سوى ألف راس ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا جو مصر ولا سحر مصر 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 يا أرض المحبة يا غالية يا مصر رحمة ومرايون لحياتك يا مصر يا أرض المحبة يا غالية يا مصر رحمة ومرايون لحياتك يا مصر لما كان تاني في حبك يا مصر لتمنيت يا بلدي تبقى أمي مصر 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 فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر السماح أروحها والشهابة مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر السماح أروحها والشهامة مصر والكرامة هي والخروج في مصر والتاريخ في مصر والهرم في مصر 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 هي وجهي ملها هو جنبي شمسها في سماري شكلها في ملامي يحفلوني أمي في الخيط يا مصر مصر مصر